اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج عين على البرلمان اللي بنواصل فيها معاكم متابعه اخر اخبار البرلمان والنواب واستعدادات عوده المجلس للانعقاد يوم الحد اللي جاي واللي من المرجح انه هيناقش فيها اللائحه الجديده بعد ما انتهت اللجنه المكلفه من صياغتها بمناقشتها وكتابتها بالصوره النهائيه. بعد فقره الاخبار المتعلقه بالنواب والمجلس والتشريعات عندنا فقرتنا الثابته فقره جوله النائب اللي من خلالها هنرصد معاناه المواطنين في قريه بنايوس بمركز الزقازيق بالشرقيه بصحبه النائب اللواء هاني دري أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدايره الزقازيق في الشرقيه. هنرصد من خلال جولته نقص الخدمات الاساسيه في القريه وطرق حلها مع المسؤولين. كمان هيكون في فقرتنا التحليليه المميزه اثنين من الضيوف هم الدكتور محمد ابو زيد عضو مجلس النواب وعضو لجنه تعديل اللائحه والنائب احمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو لجنه تعديل اللائحه. حديث خاص عن اللائحة الجديدة لمجلس النواب واللي من المفروض أن المجلس هيناقشها تمهيدا لإقرارها بعد التصويت عليها في الجلسات العامة المقبلة. أسئلة كتيرة هتكون عندي للسادة النواب. طبعا زي ما احنا عارفين من خلال الكلام عن اللائحة في استحداث للجان جديدة والبقاء على أو الإبقاء على لجان قديمة. كمان هيكون في اقتراحات بتغيير إجراءات رفع الحصانة عن النواب. خلونا نبدأ الأول بجولة أخبارنا وبعد كده نشوف بقية الفقرات هتكون تباعا. النهاردة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قابل رئيس وزراء الكونغو وعدد من سفراء دول أجنبية بمقر مجلس النواب وده بحضور النائب محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب والنائب الوفدي سليمان وهدان الوكيل الثاني لمجلس النواب لفتح نقاش واسع بشأن سبل التعاون المشترك بين البرلمان المصري وبرلمانات تلك الدول. ده في الوقت اللي بتواصل فيه لجنة تعديل اللائحة عملها النهاردة وحتى يوم السبت اللي جاي قبل أول جلسة عمل المجلس يوم الأحد القادم. رئيس اللجنة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي هيبدأ زيارة لمصر يوم الحد اللي جاي على رأس وفد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا وقبرص. دي أول زيارة ليهم عندنا بعد ثورة 30 يونيو. من المفترض خلال الزيارة أن الوفد الأوروبي هيقابل أعضاء مجلس النواب لبحث التعاون البرلماني بين مصر وأوروبا، هيناقش معاهم كمان التطورات السياسية في مصر، وكمان هيقابل الوفد مسؤولين في عدة وزارات لمناقشة التعاون المصري الأوروبي والجهود الدبلوماسية المصرية لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ما زال يجري مباحثات مكثفة مع طرفي أزمة مستشفى المطرية وده بعد تدخل مجلس النواب لحل الأزمة بين الأطباء ورجال الشرطة. دكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للأطباء قالت إن مجلس النقابة مش هيتراجع عن قراره الخاص بوقف العمل بمستشفى المطرية التعليمي حتى عقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة المقرر ليها 12 فبراير الجاري وإعلان المسؤولين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء. وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان بينضم لنا على الهاتف لتفاصيل أكتر. سيادة النائب برحب بيك. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك. يعني مباحثات مكثفة مع طرفين الأزمة في مستشفى المطرية، إيه الجديد في الموضوع ده؟ وصلتوا لتهدئة؟ وصلنا لصلح ولا لسه في مشكلة؟ والله إحنا عقدنا جلسة يمكن قعدت حوالي 6 ساعات وكان فيها كافة أطراف من مجلس نقابة أطباء مصر وممثلي وزارة الداخلية والسادة النواب عن دائرة المطرية وأيضا السادة الأطباء من النواب في مجلس النواب. وأعتقد الجلسة كانت فيها نوع من يعني الشد والجزم وفي النهاية توصلنا إن احنا نرفض كافة الاعتداءات على السادة الأطباء وأيضا لابد أن يكون على وزارة الداخلية حماية هذه المستشفيات من كافة المشاكل الموجودة وإن هم الاثنين في مركب واحدة الاثنين بيسهروا ده بيسهر على أمن وسلامة المواطن والتاني بيسهر على رعاية المريض. فأعتقد هم الاثنين بيحملوا رسالة سامية للبلد وهم تفهموا هذا الموقف والموضوع تم توصية بأن ينعقد في مجلس طارئ لنقابة الأطباء ليأخذوا رأي يعني يأخذوا الرأي في عملية فتح أو إعادة فتح المستشفى المطرية.
تمام. في ظل تعليق بقى الدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة ان المجلس مش هيتراجع عن قراره بوقف العمل حتى يتم عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة يوم 12 فبراير الجاري، من النهاردة ل 12 فبراير برضو سيادة النائب يعني 10 ايام مش هيبقى فيه شغل في المستشفى. يا باشا انا ده رأي بقى المجلس النقابة يسأل فيه، لكن انت شايف لحد كده الدور انتهى يعني مفيش اكتر من كده. احنا وصينا وانتهينا، ونحن قدمنا باعتذار للاطباء الموجودين، كان جزء يعني 2 من الاطباء الشباب، وتحدثنا معاهم واتكلمنا، يمكن السيد مس وزير الداخليه او وزاره الداخليه اعتذر لهم بشكل شخصي على اساس انهم زي ابنائه، وتقبلوا هم الاعتذار، وكان هناك في حاله في نهايه الجلسه في حاله من الود. ولكن انا مش عارف مجلس نقابه الاطباء له راي ان هو بقى يقول يوم 12 يوم 13، ده رايه، لكن اعتقد ان هي لابد ان كل واحد يتحمل مسؤوليته في هذه المرحله، وكل واحد يبقى عارف مدى الاعاقه اللي بيعملها، لان انا شايف لو هذا القرار بهذا الشكل اعتقد هيكون قرار يعني مش نتمنى ان المشكله تتحل. انا بشكرك شكرا جزيلا النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. عاطف مخاليف ايضا سياده النائب عن المطريه كمان عنده تفاصيل اكتر. سياده النائب رحب بيك. اهلا وسهلا سياده النائب، يعني وصلتوا لايه في حل المشكله دي؟ والله اكيد تفاصيل المشكله الدنيا كلها عرفتها. تمام، انا عايز بقى ما توصلتم ليه. المستشفى المطريه للمره الثالثه على التوالي في شهر 1/2016 بتضرب عن العمل في المستشفى. مفهوم انا فاهم. النهارده كان في حاجه ايجابيه قوي، انا كنت في المجلس النهارده مع رئيس المجلس الدكتور المحترم علي عبد العال، وكلمنا النهارده وزير الصحه وقلنا له ان يعني قرار غلق مستشفى المطريه اللي خدته النقابه برئاسه الدكتور حسين خيري ده قرار خاطئ ومش من حقه كراجل نقابي. قرار الغلق ده قرار تنفيذي بتاع وزير الصحه بتاع حضرتك، فده الكلام ده ما ينفعش. كنت انا والدكتور علي عبد العال مع وزير الصحه على التليفون، واتصلنا بالنائب العام وكلمنا النائب العام، والحقيقه يعني المحامي العام النهارده صباحا خد قرار بفتح مستشفى المطريه. يعني النهارده تم اخذ قرار فتح مستشفى المطريه. المحامي العام اخذ قرار بفتح مستشفى المطريه. تمام. وما يقف دون تنفيذ هذا القرار، قرار المحامي العام، فسوف يحول فورا الى النيابه. سواء كانوا اطباء او تمريض الى اخره بقى. ايا كان تمريض اطباء ايا كان عمال ايا كان، ده قرار المحامي النهارده العام. بناء على اتصالات رئيس المجلس الدكتور المحترم علي عبد العال، وبرضه كان وزير الصحه برضه كان يعني معانا في ان هو. طب والنقابه يعني نفسها تواصلتوا معاها سياده النائب ووصل لهم القرار ده ولا لا؟ المطريه اللي بتخدم مليون مواطن وهم اهل المطريه، وبتخدم اكثر من نص مليون مواطن من خارج اهل المطريه ومن خارج محافظه القاهره، لان احنا المطريه منطقه مجاوره او حدوديه بين محافظه القليوبيه والشرقيه. تمام سياده النائب سامعني. وان بيتردد على مستشفى المطريه ما يقارب يوميا 1000 مواطن. شكرا ليك سياده النائب عاطف مخاليف النائب عن دائره المطريه، وقال خبر مهم جدا، قال ان تم اتخاذ قرار من قبل المحامي العام بعد اتصالات واخذ ورد ما بين كل الاطراف بما فيهم طبعا رئيس المجلس، تم اتخاذ القرار باعاده فتح المستشفى مره اخرى وتحويل من يمتنع عن ذلك للنيابه فورا. محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد قال إن زيادة عدد لجان البرلمان من 19 ل 28 لجنة أمر إيجابي. كمان قال إن اتجاه اللجنة لمنح الكلمة في اللائحة الجديدة من خلال رفع الأيدي أمر غير عملي، والأفضل إن يكون منح الكلمة من خلال طلب مقدم قبلها ب 24 ساعة.
كمان قال انه بيوافق على اتجاه اللجنه لعرض مشروع قانون اللائحه الجديده على مجلس الدوله بعد مناقشته في الجلسه العامه، كمان موافق على استقرار اللجنه على السماح بانها تقدم جنحه عن طريق الادعاء المباشر لطلب رفع الحصانه عن العضو البرلماني. أحمد السجيني نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قال إن 70% من سكان مصر بيعيشوا في مناطق دون تخطيط عمراني واضح ودون رقابة حقيقية للدولة. أضاف كمان إن تقنين الأوضاع للأراضي المخلفة جزء من الحل لكنه مش الحل العملي لأزمة العشوائيات، وإن قانون التنمية المحلية المنتظر أن يقدمه الوفد بيتضمن بعض النقاط الرئيسية منها خلق هيكل تنظيمي في المحافظات تبدأ بالمحافظة وتنتهي بالقرية. قال كمان ان القانون بيطالب بتفعيل دور المجالس المحليه ودور مجالس المحافظين علشان يقوموا بدور اكبر في خدمه المواطنين بالتنسيق مع المحليات. دكتوره سحر نصر وزيره التعاون الدولي هتقابل النهارده عدد من اعضاء مجلس النواب الشباب تحت سن ال 35 في مقر الوزاره. النائب خالد ابو طالب قال انه تلقى دعوه لحضور الاجتماع مع الوزيره اليوم علشان بحث المشكلات اللي بيواجهها الشباب ومناقشه المبادره اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيره للشباب واعتبار عام 2016 عاما للشباب. كمان عشان يبحثوا تنميه قدرات النواب الشباب داخل مجلس النواب ودعمهم في اداء مهامهم التشريعية والرقابية. فقرتنا السابتة زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة هي جولة نائب اللي بنشارك فيها الأهالي همومهم ومشاكلهم وبنعرض مطالبهم مع النائب اللي تم انتخابه في هذه الدائرة المتعلقة بيهم، إيه اللي بيتمنوه إن هو يتحقق من الفترات اللي جاية في دوائرهم. احنا النهارده معانا في فقره جوله نائب النائب هاني دري اباظة عضو مجلس النواب عن دايره الزقازيق بالشرقيه، نعرف منه من اهالي قريه بنيوز بمركز الزقازيق مشاكل القريه، ابرز مظاهر النقص في الخدمات الاساسيه زي الصحه والتعليم وخلافه. مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين مشاهدي عين على البرلمان، احنا دلوقتي في فقرتكم السابته جوله نائب. النهارده جوله من قريه بنيوس في مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه، النهارده هنكون مع النائب بالبرلمان هاني اباظة. النهارده بنعرض عدد من المشاكل في قريه بنيوس وعدد من القرى، ونحن الان بنتواجد مع عدد من ابناء قريه بنيوس ونتعرف على اهم المشاكل في هذه القريه من خلال ابناء القريه ورد النائب سياده اللواء هاني اباظة عليها. سياده النائب برحب بحضرتك فندم. اهلا بيك وانا برحب بقناه الحياه هنا في الشرقيه، وده طبعا دي بدايه ان شاء الله. احنا بقالنا اسبوعين ثلاثه الحمد لله دخلنا البرلمان، وعشان نكون احنا صادقين وشفافين احنا لنا برنامج عمل ان شاء الله اللي هو اساسا العداله الاجتماعيه ورفع المعاناه عن اهالي قرانا، والقرى المصريه كلها عايشه في فقر وجهل ومرض وبطاله وفساد ومجاري وموجود وعدم وجود وحدات صحيه وميه ومراكز شباب. هذه كلها مشاكل دوله مصريه، مشاكل كانت غائبه عن الشعب المصري فتره طويله جدا، واحنا ضروري نتصدى اليها، لان لو سكتنا اعتقد ان هذا الفساد هيمتد لن يتوقف. وواضح يعني احنا لسه جاي لنا، كان عندنا محافظ الدكتور رضا عبد السلام مشي من شهرين ولا شهر ونص، وجالنا السيد اللواء خالد سعيد، احنا مش شفناهوش لغايه دلوقتي، واعتقد ان هو عاكف على دراسه المحافظه، هندي له فرصه لغايه لما يدرس، لكن احنا ان شاء الله اعتقد ان احنا باذن الله ايدينا في ايدين بعض الـ 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 البرلمان، الناس اعضاء مجلس الشعب مع الجهاز التنفيذي مع وحدات تنميه المجتمع، و في كل بلد الحمد لله في ناس محترمه جدا بتشتغل في العمل العام وهي اللي بتساعدنا على اداء مهامنا. اذا هناك مشاكل في هذه القريه، بدايتها مركز الشباب عليه مشكله جدا لما يتم تخصيصه، في المجاري مشروع المجاري مشروع عقيم، ودي احد المشاكل اللي هي موجوده في كل القرى المصريه. المشروع المجاري مشروع مخيب للامال، طبعا عايز فلوس كتيره والدوله عليها عبء كتير. موضوع الوحدات الصحيه، ما فيش وحده صحيه، موضوع الجمعيه الخاصه بالبلد، موضوع الزباله وكميه الزباله اللي موجوده في البلد، هذه هي مشاكل كثيره جدا جدا. انا هسيبك مع اهل البلد يشرحوا تفصيليا ايه كل مشكله موجوده عليهم، ونعتقد ان احنا ان شاء الله بحيث ان احنا نعمل ملف لكل مشكله نتولى حله ان شاء الله. ان شاء الله. اتعرف بحضرتك فندم؟ صلاح ابو زيد.
استاذ صلاح، ممكن اعرف من حضرتك فعلا من اهم المشكلات اللي بتعاني منها هنا؟ هو حضرتك من اهم المشكلات طبعا الصرف الصحي، وزميلي هيتكلم فيها، ومشكله مركز شباب. مشكله مركز شباب عندنا انه هو مقام على ارض غير مخصصه، فكل ما نيجي نتخذ اجراءات التخصيص ونوصل للنهايه، واخد بال حضرتك، نتفاجئ بالاوقاف، ورغم ان الاوقاف ما عندهاش اي مستند يثبت ان الارض دي ملكيتها. واخد بال حضرتك، هم عملوا محضر ضم هنا سنه 2002، واحنا الملعب ده احنا بنلعب عليه من 100 سنه، يعني المركز الشباب ده من 100 سنه تقريبا، وهو الناس موجوده وده ملعب. فطبعا كل ما نعمل اجراءاتنا بتوصل للشؤون القانونيه في المحافظه، ونتفاجئ ان الموضوع بيرجع تاني. فطبعا احنا محتاجين حد من الساده المسؤولين، طبعا وزاره مع وزاره، لكن هيسيبونا احنا ضد وزاره مش هينفع. فالمفروض ان وزاره الشباب مع الاوقاف، اذا كان الاوقاف ليها، طبعا الاوقاف ما عندهاش اي ما يثبت ذلك. هو اخر خطوه خدناها في تخصيص مركز شباب انه دخل مجلس تنفيذي المركز وخد موافقه بالاجماع على تخصيص الارض لاقامه ملاعب لمركز شباب بنوس. ده اخر خطوه، والموضوع كله دلوقتي موجود في الشؤون القانونيه في المحافظه، واقف ما نعرفش واقف ليه. تمام، نشكرك استاذ صلاح. بتعرف حضرتك كمال ابو عبيد، اتفضل يا حاج. اهم مشكله حاج كمال هنا بتعاني منها، اهم مشكله بنيوس، هو الصرف الصحي، هو المجاري. احنا مجارينا معموله بالجهود الذاتيه من سنه 1980، وكانت البلد ما بتزيدش عن 5000 او 6000، دلوقتي وصلت 60000 و70000. فمش مفروض مجاري معموله بالجهود الذاتيه مواسير قطرها صغير تكفي اللي هو دلوقتي؟ احنا الحمد لله ادرجنا في مشروع القومي للبلد للدولة، اللي هو مشروع الهيئة القومية من سنة 2002، بدأوا هذا المشروع من 2002، وفعلا عملوا حوالي تلت البلد في حتة اسمها العزبة والحاجات دي، باقي تلتين البلد. الخط الانحدار الكبير موجود، محطات الرفع موجودة، البدالة اللي هترفع المية موجودة، ناقص بس الهيئه، سياده النائب او المسؤولين يساعدونا في تكمله هذا المشروع، وهو مدرك في الخطه. يعني مش لسه هنجيب له فلوس او هنحطه في الخطه، لا، ده هو مدرك في الخطه. انا معلش عذرا لضيق الوقت، ناخد بعض الساده المواطنين. بتعرف حضرتك فندم؟ عبد الفتاح سلام، رئيس جمعيه تنميه المجتمع. اتفضل حاج. احنا عندنا، انا في دار المناسبات، في المبنى دار المناسبات، مجهزين وحده صحيه من كامل الفرش. اتفضل. كامل من الفرش، واثنين ثلاجه وفريزر وكل الاجهزه، يعني بنشتغل الاجهزه بس. رحنا كم مره، حاضر هيجي معاينه، وجات معاينات كثيره جدا، كل موافق، ما فيش ادراج الوحده من الموظفين او بعتهم. تمام. ولا من الى الان بقى لنا 3 سنين ما تمش اي حاجه خالص. تمام، ان شاء الله سياده النائب يعمل على حل هذه المشكله. تمام، بتعرف حضرتك فندم؟ عاطف فلفل. استاذ عاطف، حضرتك من ابناء القريه هنا فندم، اهم مشكله هنا بتعاني منها؟ هو مشكلتنا طبعا هنا زي ما حضرتك فاهم، مشكله الدنيا كلها البيئه. عندنا مشكله الزباله، دي مشكله بنعاني منها جامد، يعني بالنسبه لنا كنظافه، ومفيش تعاون من جميع الاجهزه المعنيه بجد. لا وحده محليه متعاونه معانا، ولا مجلس مدينه متعاون معانا بالنسبه لمشكله الزباله دي. وطبعا دي مشكله كبيره جدا على مستوى جمركة كله، بس نتمنى من المسؤولين يساعدونا في المشكله دي، وسياده النائب الفضل لا ثم ليه باذن الله. اشكرك. اتعرف بحضرتك؟ سعيد الفلوجي. سعادتك، احنا دلوقتي عايشين في ظروف لازم التوعيه مطلوبه فيها. ما بنشوفش الاجهزه او الهيئات المسؤوله عن الثقافه بتيجي تعمل جولات، تقابل الشباب، توعي الشباب ايه هي البلد، ايه الظروف اللي البلد بتعيشها، ايه المشاكل. طيب المشاكل دي الناس عماله تقول في زيادات في الاسعار، هيعملوا، لازم في ناس تنزل تفهم الناس ليه بتصدر القرارات دي وعشان ايه. ولازم نحب البلد دي، ولازم نتحمل عشان البلد، عشان نصون البلد لازم نتحمل. الدولة مش هتجيب من السماء نجمه هتعمل، والدولة طبعا الرئيس عامل مشروعات، والدولة والحكومة عاملة مشروعات، والبركة في مجلس النواب يمشي هذه المشروعات، بس مش هيكون كن فيكون. أكيد لازم تكاتف جميع المسؤولين. وأشكركم على عرض هذه المشكلات، ونعود لسيادة النائب هاني أباظة. فندم، تعليق حضرتك فندم على المشكلات دي والعمل؟ شايف المشكلات دي مشكلات مزمنة وقديمة،
وزي ما قلت حضرتك في غياب الدولة الناس دي كلها عندها حق في كل هذه المشاكل، وفي أكتر من كده كتير، ولكن احنا بنقول نهتم دلوقتي بأولوية الصرف الصحي ومركز الشباب، لأن النهاردة الحد الأدنى من أن الدولة لابد أن تكفل للمواطن الصرف الصحي، لأن خلي الصرف الصحي ده أحد أهم المشاكل اللي تبعياته كثيرة جدا جدا، يعني كل الفيروس سي اللي موجود عند الناس سببه تلوث مياه الشرب من الصرف الصحي. فقضية اختلاط صرف المية مياه الشرب بالصرف الصحي ده سبب كميات الفيروس سي اللي هي بتكلف الدولة مبالغ طائلة. فالدولة لازم تبص شوية للقرى، القرى دي فيها حاجات كارثية جدا جدا على الدولة المصرية. هو أنا بعتبرها هي قضية أمن قومي، لأن انتشار الأمراض والأوبئة بشكل رهيب جدا جدا ده خطر كبير جدا على الدولة المصرية. إذن مشكلة الصرف الصحي هنشتغل فيها، وأعتقد إن هي محطوطة في الخطة، ولكن أنتوا عارفين يا جماعة هي يعمل يا جاري يا كلف يا سيدي. إحنا عايزين 100 مليار جنيه مصري علشان في سنة واحدة علشان نعمل محطات صرف صحي على مستوى الجمهورية. إذن هيبقى فيه مخطط لمدة 3-4 سنين إن شاء الله هنحل مشاكل الصرف الصحي في مصر كلها، لكن إحنا هنا في بنيوس إحنا محطوطين في خطة، الحمد لله في بنية تحتية موجودة هنستكمل إن شاء الله وهندعم بحيث الخطة يتم تنفيذها، لأن إحنا محطوطين في خطة بقالنا 3 سنين والخطة بتترحل وما بتتنفذ. هي دي القضية، مش مهم إن أنا أحط في خطة، المهم إن أنا أنفذ الخطة فعليا. دي قضية. القضية التانية وهي مشكلة ال مركز الشباب دي قضية مشكلة، يعني جري فيها المحافظ وجرينا احنا فيها قبل كده علشان تخصيص الارض. احنا جاهزين في الحقيقة، وزارة الشباب جاهزة، لو احنا الارض تم تخصيصها فورا هيتم عمل ملعب مركز شباب، فلوسه موجودة، وانا اتكلمت مع المهندسة مارجريت في وزارة الشباب وقالت الفلوس موجودة، احنا عايزين بس الارض ينتقل ملكيتها لنا علشان نقدر نشتغل فيها. فان شاء الله احنا هندعم في هذا الموضوع، اللي هي قضيه داخله في موضوع قانوني شويه. فالموضوع القانوني احنا بنبقى بنستنى قرار الشؤون القانونيه، فالموضوع ده بيغل ايدينا شويه، لكن ان شاء الله هنحاول نشتغل فيها. موضوع الوحده الصحيه والقمامه، الوحده الصحيه برضو قصه كارثيه في مصر. الفشل اداء الخدمه الطبيه او عدم التوزيع العادل للخدمات الطبيه الجغرافيا على مستوى الجمهوريه ده بيخليني النهارده لو حد جاله نزيف هنا عشان اروح المستشفى العام ولا المستشفى الاميري ولا مستشفى الجامعه بيبقى مات، وكمان لما بروح له عشان يدخلني باخد فيها ساعه. فهي منظومه الصحه في مصر عايزه تتنسف نسف كامل ويعاد صياغتها مره اخرى، حتى الناس دي تستحق الحق الأدنى وهو العلاج الطبي وما بيلاقوهوش. فدي كارثة، فربنا يوفقنا إن شاء الله. الورث جامد جدا جدا من نظام مباركي والأنظمة السابقة، ربنا يقدرنا. الشعب محتاجين يصبر علينا شوية، لكن إحنا في وسطهم ومن أول أسبوع إحنا نزلنا وفي وسطكم بنتعرف على المشاكل وبنترجم المشاكل دي إن شاء الله لمقترحات حلول. ونسأل الله المجتمع المدني بقى غايب شوية، المجتمع المدني، انت حضرتك قلت احنا عايزين اجهزه، لا، التوعيه لابد ان تاتي من المجتمع المدني. احنا فينا مثقفين، القرى دي مليانه مثقفين وكوادر محترمه جدا، نستطيع احنا نحط برنامج توعيه، لان الشباب قاعدين على القهاوي والشرب والحاجات دي. احنا محتاجين انتوا يبقى لكم دور في كل قريه، لو كل مجموعه مثقفه كان لها دور في القريه بتاعتها اعتقد هنحقق نتائج كويسه جدا. التوعيه اهم من العلاج. شكرا. نشكرك سيادة النائب، شكرا جزيلا. ودي كانت جولتنا من قرية بنيوس مع النائب هاني أباضة، إلى أن نلتقي في جولة أخرى. أشكركم على حسن المتابعة وأعود إلى استوديو عين على البرلمان. شكرا لك محمد رياض، وشكرا لسيادة النائب. مشاكل الصرف والتلوث والقمامة دي مشكلة أزلية موجودة في كل محافظات الجمهورية وفي كل الدوائر والقرى، لكن فيما يتعلق بالشرقية، الشرقية عندها مشكلة دي بتعاني منها ربما بشكل أكبر من غيرها، مشكلة الصرف ومشكلة التلوث. أما بقى بالنسبة لمشكلة القمامة، احنا كنا عملنا قبل كده حملة هنا في قناة الحياة اسمها مصر نظيفة، وكنا بنتابعها يوميا على مستوى محافظات الجمهورية. الحقيقة بعد كده جالنا كلنا وفريق العمل والقناة اكتئاب من عدم وجود منظومة واضحة
وشاملة للنظافة في مصر ومحددة. لأن لما كنا بنطلع بحملة كان بيطلع المسؤول ويعمل نزلة كده نوع من أنواع التهديد أو الوعيد للمحليات أو المسؤولين عن النظافة، بالفعل كانوا اللي بيقدروا يشيلوه بيشيلوه ويرجع تاني بعدها نفس المشكلة ده. ليه؟ علشان مفيش منظومة. ردا على كلام سيادة النائب اللي بيقول منظومة الصحة عايزة تتنسف نسف، هي فعلا عايزة تتنسف نسف، هي وغيرها، منظومة الصحة ومنظومة التعليم ربما في مشاكل كثيرة، منظومة النظافة، منظومة المحليات إلى آخره. بمناسبة المحافظات احنا بنحاول نتواصل مع سيادة المحافظ الحقيقة، بس هو مشغول وفي اجتماع ومش متاح حاليا للإجابة على هذه التساؤلات اللي هي بالتأكيد هكون واصلة له. لكن إلى متى تستمر؟ كيف يمكن العمل على حلها؟ كيف يمكن إيجاد حلول ومخارج مبتكرة لهذه الأزمات اللي المواطن بيئن منها من أول مصر لآخر مصر وفي كل حتة وفي كل مكان؟ هو ده السؤال. مع نواب البرلمان ومع البرلمان هتابع معاكم اللائحة الجديدة بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده لجنه صياغه اللائحه الجديده لمجلس النواب هتنتهي من صياغه اللائحه بعد اسبوعين من المناقشات والاقتراحات داخل اللجنه. ده مقدمه للتصويت عليها في الجلسه العامه يوم الاحد اللي جاي المفروض ان شاء الله. في مواد كتير اثارت حاله من الجدل بين النواب، يمكن ابرزها بقاء لجنه القيم، اليه رفع الحصانه عن النواب، العدد اللازم لتشكيل هيئه برلمانيه للاحزاب. اهم مواد اللائحه الجديده باختصار هو موضوعي مع السادة النواب النهاردة، ضيوفنا الدكتور محمد أبو زيد عضو مجلس النواب وعضو لجنة تعديل اللائحة. رحب بحضرتك، أهلا بيك. خليك يا فندم. أيضا النائب المستقل أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو لجنة تعديل اللائحة، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. طيب دكتور أبو زيد، يعني أبرز مواد اللائحة الجديدة إيه؟ أبرز مواد اللائحة الجديدة إنها أولا خلقت نوع جديد في بعض المواقف للمجلس، ما يعني زي مثلا اللائحة في مواد، في مادة خاصة ب، كان احنا كنا قبل كده كان طبعا كل مشروعات القوانين، كل اقتراحات بقوانين بتروح لمجلس الدولة عشان الصياغة والمراجعة والكلام ده. ففي طبعا يعني نداء قوي بأنها ما تروحش مجلس الدولة، وأن اللائحة تتعمل في البرلمان وهو يوافق عليها ولديه من الأعضاء القادرين على حسن الصياغة، وإذا كانت بتروح لمجرد الصياغة لمجلس الدولة. أنت شايف أن اللائحة الجديدة أو اللائحة الجديدة بتفيد البرلمان عن دي سابق ولا لا؟ هي طبعا شمالها التعديل، لان يعني اللائحه السابقه كانت بتتكلم عن مجلس الشعب وفي ظل الدستور 71. احنا دلوقتي في ظل الدستور 2014، وكانت اللائحه الهدف منها الاساسي ان احنا نعدلها بما يتوافق مع دستور 2014. تمام. استاذ احمد، لو جينا قلنا اللائحه الجديده دي لائحه افادت البرلمان، وهي لائحة لبرلمان مصر 2015-2016، هي اللائحة اللي المفروض بتمثل نواب مصر، وهتنهض بالدستور تطبيقا للدستور الجديد، وهتخلي البرلمان أكثر فاعلية وإيجابية ونوابه أكثر ديناميكية في التعامل مع القضايا المختلفة. لو أنت متفق مع الكلام ده بنسبة كبيرة هيكون في إيه؟ لا، خليني أأكد على معنيين. المعنى الأول أن اللائحة مش هي اللي هتنهض بالبرلمان أو غيره. اللائحة هي تسهل عمل هي القانون اللي بيتعامل على أساسه أعضاء البرلمان، واللي بيتعامل مع مهمهم داخل البرلمان، وكمان هي بتنظم أعمال البرلمان ومعاملة البرلمان مع الجهات الأخرى. ده نمرة واحد.
نمرة اتنين، اللايحة هي بتصدر بقانون، واللايحة ما لا تعد علشان برلمان واحد او عشان فصل تشريع واحد. يعني احنا واحنا بنعمل اللايحة المفروض عينينا على ان اللايحة دي تظل مستمرة لفترات طويلة. يعني مثلا على سبيل المثال اللايحة اللي موجودة اخر تعديل اصابها كان سنة 79. فاحنا بنتكلم عن اعداد لايحة للمستقبل بشكل عام، مش تفصيل على البرلمان اللي موجود. لو احنا بنفصل لائحة على البرلمان القائم حاليا هتبقى في امور كتير جدا هتتغير عن المشروع اللي هيتقدم ده. لان احنا لو بصينا النهاردة مثلا على سبيل المثال في عدد كبير جدا من المستقلين داخل البرلمان، في تمثيل حزبي اقل من ذي قبل، ويمكن اقل من اللي هيبقى بعدين لو الامور اتغيرت في الحياة السياسية في مصر. لو انا بتكلم عن كده هتعامل مع اللايحة على ان الاغلبية العظمى من المستقلين هفصل على مقاسهم كل الامور، وده مش حاصل. احنا بنعد اللايحة، وفي وقت اعدادنا للايحة في ذهن اللجنة، ودايما بيتأكد على ده داخل اللجنة، ان احنا بنعد لائحة تظل وتبقى لمدة طويلة من الزمن. ممتاز. ابرز المواد اللي تم إلغائها إيه في اللائحة الجديدة؟ أبرز المواد اللي تم إلغائها اللي كانت متعلقة بمجلس الشعب ومجلس الشورى. فإحنا حرصنا على أن زي ما قال الأستاذ أحمد كده أن دي لائحة مستمرة فترة طويلة، وما يعني ما بتعملش لخدمة حد، لا الأحزاب ولا مستقلين ولا غيره، بحيث أن اللجنة اللائحة تستمر فترة طويلة. ولذلك يعني المواد المتعلقة ب زي ما قلت لحضرتك مجلس الشعب، اجتماع مشترك بين مجلس الشعب ومجلس الشورى، دي كلها حتى أثير كلام بالنسبة وده تحصيل حاصل سيادة النائب. تحصيل حاصل يعني طبيعي ان تتشال المواد المتعلقة بمجلس الشورى ومجلس الشعب، بتهيألي ولا ايه؟ طبعا المفروض انها تتشال. الأثير كلام بالنسبة للجنة القيم، ولكن احنا أبقناها ولسه حتى تراجع طبعا، والقرار الأخير للمجلس إن شاء الله يوم الحد بإذن الله لما ترد عليها. تفاصيل أكتر عن موضوع لجنة القيم. طبعا لجنة القيم هو ما ينفعش تتلغي لجنة القيم، لأن لابد أن يكون في لجنة بيحال إليها الأعضاء عند توقيع الجزاءات التأديبية. وحتى احنا يمكن غيرنا موضوع الجزاءات، لفظة التأديبية دي في المشروع اللائحة، ومقترح انها تبقى اسمها الجزاءات البرلمانية، لان الجزاءات التأديبية من طبيعتها ادارية اكتر، بتوقع على الموظفين اكتر مش على نواب انتخابهم الشعب. حتى في التعبير من الناحية الادبية، من الناحية الادبية. لكن ده ما يمنعش ان هو لابد ان يكون في لجنة، أي مكان مسمها في النهاية هتبقى اسمها لجنة القيم أو لجنة باسم آخر مختلف، لابد أن يكون هناك جهة داخل المجلس أو لجنة داخل المجلس يكون اختصاصها الإحالة اللي بيحال إليها الأعضاء اللي من الممكن توقيع جزاءات برلمانية عليهم. هي دي كانت المشكلة، ولا المشكلة في نوع أو ايه هي المشكله اللي انا عملتها كنائب فتؤدي بيا للوصول للجنه القيم لتوقيع جزاء؟ لا، هو الكلام كان في منطقه تانية مختلفه، وهي الجزاءات وتدرجها. كان مثلا على سبيل المثال في جزاء اللوم وجزاء الحرمان من حضور جلسات، والجزاء الحرمان من الاشتراك في الوفود الخارجيه للمجلس، ووصولا لأقصى جزاء وهو إسقاط العضوية. مسألة إسقاط العضوية يمكن مسألة بتمس العضو وجماعة الناخبين اللي انتخبوه. يعني احنا ما نتكلم النهاردة عن عضو جاي بإرادة شعبية من ناخبين مواطنين مصريين كسر، لابد ان احنا نكون بنحقق ضمانات كافية لتوقيع جزاء إسقاط العضوية، حتى لا يقع هذا الجزاء إلا على من يستحق ذلك بالفعل. فعلى سبيل المثال مثلا من أهان رئيس الجمهورية، من أهان رئيس مجلس النواب والمجلس نفسه،
قد يعرض لمثل هذا الجزاء مثلا على سبيل المثال، او اخل بواجبات العضويه المحدده. وده كان مساله محل مثلا لا جريمه دي مساله كمان بديهيه جدا. ان اللي بيفقد شرط من شروط ترشحه بيفقد شرط من شروط العضويه، اذا تسقط عنه العضويه. ولكن على لجنه القيم الكلام، ولا انا بروح بقى على طول بحكم مباشر او بطلب اجراءات رفع الحصانه؟ بيروح للجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه، بتعد تقرير وبيعرض على المجلس. ده في حاله اما يكون السبب من بره المجلس. لكن سبق لو كان السبب من راجع لاداء العضو داخل المجلس، او كونه عشان كونه عضو، دي مسألة. غير بخلاف مثلا على سبيل المثال ان عضو يرتكب جريمة مخلة بالشرف ويحاكم طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة والقانون والدستور، وتنتهي المسألة لإدانته. هنا بيفقد شرط من شروط ترشحه وشروط العضوية، عضوية البرلمان. فبالتالي بتتقدم الجهة المسؤولة أو السلطة المختصة لمجلس النواب بالحكم، وتتخذ الاجراءات اللي من اللي اولها الاحاله للجنه الشؤون التشريعيه والدستوريه، بتعد تقرير وبيعرض على مكتب المجلس، ثم يعرض على المجلس للتصويت على اسقاط العضويه. وغالبا ده في حاجه انا مش فاهمها، عايز استوضحها اكتر. دلوقتي اجراءات رفع الحصانه عن النائب البرلماني، اولا ايه هي اجراءات اللي يخلي الحصانه تترفع عن النائب، واجراءات رفع الحصانه دي اختلفت في ايه عن قبل كده في اللائحه الجديده؟ هو الاخلال بواجبات العضويه الجسيمه ممكن يترفع من الخارج بقى. من الخارج يعني مثلا ارتكب عضوي، ارتكب جريمه مخله بالشرف والامانه، هي دي بقى اللي فيها اجراءات. هو الدكتور لما يخلص على اساس ان الاخلال بالثقه او الاعتبار بيبقى ده بيترتب عليه ان ممكن يتقدم الجهه الخارجيه او الحكومه او للمجلس بان الرجل ده ارتكب جريمه مخله بالشرف او الامانه، او ان هو يعني اخل بالثقه والاعتبار بحيث ان هو يبقى جدير بسحب الثقه منه وتنسحب او تسقط العضويه عنه. تمام. اجراءاتها ايه بقى يا دكتور؟ اجراءاتها ان في طلب يتقدم من ممكن الاعضاء نفسهم، بالطلب ده يتقدم بما لا يجاوز يعني في حدود ثلث الاعضاء يطلبوا رفع الحصانه. الحصانه ما بتترفعش الا بثلثين الاعضاء. النسبه دي اذا حققت يسقط العضو. خليني اوضح المساله. فضل. دي هو طبعا رفع الحصانه متعلق بامر قانوني وهو الاذن. في مساله قانونيه اجرائيه بيفهمها القانونيين اللي بتبقى معلق عليها تحريك الدعوى الجنائيه ضد احد المتهمين. في بعض الاحوال بتبقى الاذن للحصول على الاذن من جهه ما، زي مثلا لو قاضي ارتكب جريمه لابد من حصول اذن من اصدار اذن بالتحقيق معاه من مجلس القضاء الاعلى. تمام. كذلك النائب علشان يتحقق معاه في جريمه اذا ما كانش هو متلبس بيها، لو في حاله تلبس المساله بيتم التحقيق معاه بشكل طبيعي وعادي ويتم القبض عليه لو في حاله تلبس. طب لو مش في حاله تلبس ايه اللي بيحصل؟ لو في غير حاله تلبس بقى لابد ان هو يتم استصدار اذن المجلس للتحقيق معاه. الجديد اللي حضرتك بتسال عنه في اللائحه وهو الاتي. طبعا هو كان اللائحة القديمة بتقول إذا أخل أحد الأعضاء بواجب من الواجبات وظيفة مكتب المجلس، تمام، أو أتى عمل من الأعمال المحظورة، كانت جملة كده عامة ومطاطة، كان ممكن يندرج تحت منها أشياء كتير. طيب دي الجملة دي في المشروع لسه الصيغة النهائية، بس في المشروع المفروض الجملة دي اتحذفت. لازم عشان يترفع الحصانة عن النائب أو تسقط عضويته في وقت من الأوقات أن يكون ارتكب أفعال محددة وفقا للقانون توجب ذلك. طيب بالنسبة للأمر الثاني الجديد وهو وجوب استصدار إذن لكل إجراء، بمعنى أن مرحلة التحقيق يلزمها إذن المجلس، مرحلة الإحالة للمحاكمة
يلزمها إذن من المجلس. ده جديد بقى. ده جديد. مرحلة ده كان قبل كده إذن واحد. لأن من الممكن ليه بقى عشان برضو المسائل ما تتفهمش اللي هي ضمانات للنواب. الطلب ممكن يقدمه صاحب الشأن. مش الأعضاء بس. صاحب الشأن. يعني لو أنا في خصومة مع حضرتك وحضرتك نائب من الممكن أن أتقدم بطلب لرفع الحصانة عنك علشان الموضوع يمشي الموضوع في الخط بس القضاء. هل أنا أقدمه بشكل مباشر؟ لا. هو الكلام في أنه هو كان هل يقدم للنائب العام؟ فالنائب العام يطلب من رئيس المجلس رفع الحصانة عشان إجراء التحقيق ولا تقدم ولا يتقدم للنائب العام فالنائب العام يحيل لمجلس القضاء الأعلى فيطلب من رئيس المجلس رفع الحصانة فمكتب المجلس يأذن برفع الحصانة بعد أخذ تصويت الأغلبية مش التلتين. تمام. طيب خليني أخذ رأي النائب أحمد السجيني معنا على التليفون، هو النائب عن حزب الوفد، يعني نسمع رأي الأحزاب فيما يتعلق باللائحة الجديدة نظرا لأن ضيوفي في الاستوديو هنا من النواب المحترمين المستقلين. سيادة النائب برحب بيك. أهلا إزاي سيادتك. يعني اللائحة الجديدة وأبرز المواد من وجهة نظرك إيه؟ وبالتأكيد حزب يعني الوفد هيكون له رأي أو رؤية في الموضوع ده. والله إحنا كان خلينا نتفق الأول إن اللائحة كان يجب أن تنضبط من الناحية الدستورية. وده المجموعة وأعضاء اللجنة كان بتسعى إليه. كان في أفكار كثيرة جدا وأفكار حديثة وقبلت بعض هذه الأفكار، وبعد ما قبلت مثلا زي توسعة هيئة المكتب وزي استدعاء المحافظين عند البحث يعني أو المراجعة الدستورية وجدت أنها يعني هيكون فيها عوار دستورية وبالتالي تم التراجع عنها، وده شيء أنا على المستوى الشخصي استحسنته لأن إحنا مش عايزين نطلع لائحة زي ما سيادتك عارف وزملائي اللائحة هتكون صادرة بقانون وبالتالي في رقابة دستورية عليها، فمش عايزين نطلع حاجة ويبقى فيها مشاكل في المستقبل، فده من حيث الشكل. وأنا أعتقد يعني حتى الآن أنا مطمئن عما انتهت إليه اللجنة في هذه الجزئية. الأمر الآخر طبعا أنت عندك في مسائل كانت متعلقة ب يعني استجواب أو يعني سحب الثقة من رئيس الجمهورية والانتخابات المبكرة وأيضا الوزراء ورئيس الحكومة ما فيش عندهم حصانة، وبالتالي كانت الصياغة في هذه المسائل مهمة جدا. أيضا مسألة الائتلاف وتعريف الائتلاف ومن له حق من يأتلف إلى آخره، وقلت يعني في مداخلة مع رئيس اللجنة امبارح وقال لي يعني ان المسألة دي انا كنت يعني متخيل انها هتبقى مسألة خلافية، وهم كانوا برضو عملوا سنة كانت طيبة جدا ان جميع المسائل الخلافية ارجعوها في نهاية المدة يعني. يعني انا مطمئن لما انتهت اليه اللائحة وان شاء الله هتعرض على في الجلسات العامة ونتمنى انها تعدي يعني بشكل طيب. وصلت الصورة، بشكرك شكرا جزيلا نائب أحمد السجيني نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. لما نيجي نتكلم على المواد المتعلقة، يعني هي كمان تم ذكرها الحقيقة النائب أحمد قالها، المواد المتعلقة بتشكيل الائتلاف البرلماني ومن 150 تقريبا على حد ما سمعت. لا مقترح، مجرد مقترح. قالوا أنه فيها شكل من أشكال المجاملة لائتلاف دعم مصر. دعم مصر. تعليقك ايه؟ هو الائتلاف مسموح به دستوريا وقانونيا. لكن تشكيله ما كانش فيه افصاح عنه. فكان المشروع او يعني كان فيه مقترح بانه العدد يتكون 150 برضه ما ميزش بين الاحزاب والمستقلين والكلام ده. فكان المفروض ان اللائحه او اللجنه تطرقت الى انها تحط ضوابط بحيث ان ما حدش من الاعضاء يعملوا كتله برلمانيه او من المحافظات من احزاب، ممكن الاحزاب مسموح لهم ان هم برضو يخشوا ائتلاف، فبحيث ان ما يبقاش لهم يعني زي الهيئه البرلمانيه، ممكن هيئه برلمانيه تمثل الحزب وما يبقاش هم برضو هم الممثلين للائتلاف، بحيث ان هم يتكلموا بنفس الصوت او نفس الاراء او الفكر او الكلام ده، بحيث ان هم يشكلوا كتله تمثل الاغلبيه. فاللي كان طرح 150 وفي اقتراح ب 50 بحيث انه برضه في اقتراح عدد
من الأحزاب يبقى 5 10 برضو لسه دي ما تبلورتش بحيث بشكل نهائي من هنا لحد هتكون اتبلورت بشكل نهائي، والمجلس له القرار النهائي برضو في الأعداد اللي هي تتشكل منها الائتلاف. زيادة عدد اللجان سيادة النائب، عندك تعليق في النقطة دي؟ عندي تعليق في النقطة دي. طبعا موضوع الائتلافات موضوع مهم جدا، لأن لأول مرة ينص على الائتلاف داخل الدستور، وده ذكر في مادة واحدة المتعلقة بتشكيل الحكومة، لما تحدثت عن أن الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية الأعضاء على أكثرية مقاعد المجلس بيبقى من حقه في الحالة الثانية تشكيل الحكومة لو في حالة ما إذا رفض البرلمان الاسم الذي سيطرحه رئيس الجمهورية، دي حالة ثانية لتشكيل الحكومة. فبالتالي المسألة مهمة جدا، ده من الناحية دي. من الناحية الثانية الائتلافات مهمة جدا في تنظيم العمل داخل البرلمان، لأن برلمان زي اللي احنا فيه بيتكون من أعضاء أغلبهم من المستقلين، الأغلبية العظمى من المستقلين. هو مش نص ونص تقريبا؟ لا مش تقريبا، مش أكتر طبعا، 448 مستقلين. تمام. فاحنا بنتكلم عن حتى أبسط المسائل زي تنظيم الكلمة. لما بنيجي نتكلم عن كتل البرلمانية، رأيك في موضوع تنظيم الكلمة صحيح؟ لا ده احنا هنتكلم فيه، لأن حتى أنا كان لدينا وقع في مسألة الكلمة دي، وقع شخصية حتى ليا في البرلمان. ولكن في اقتراح ان هي تكون بطلب مقدم من قبلها ب 24 ساعة. لا هو ده اللي كان موجود اصلا في اللائحه القديمه. اللي كان مستحدث ان يتم طلب الكلمه الكترونيا، لان النظام الالكتروني دخل البرلمان في دوره الانعقاد دي. فهل كان يعتد بالطلب المكتوب ولا الطلب المبدع عن طريق التابلت اللي هو عن طريق الالكتروني ولا برفع الايدي؟ انا سمعت تصريح هو مش حقيقي صحيح. خالص تمام، اللي هو ان اللجنه انتهت لطلب الكلمه برفع الايدي، ده بالعكس تماما، ده احنا يعني بنحاول ان احنا نبعد تماما عن طريقه اخذ الكلمه برفع الايدي. لا ده احنا اضيف يعني داخل المقترح اللي هو لسه مازال مقترح حتى الان حتى يتم تسليم المشروع النهائي، ان احنا حطينا ضابط اقوى للمساله، ان ما تبقاش سلطه تقديريه كامله لرئيس المجلس يدي الكلمه لمين، او لا، ان هو يراعى الترتيب ويراعى التنوع ويراعى العداله في توزيع الكلمه. يعني يراعى التنوع من ناحيه، يعني انا دلوقتي عايز اقول مقترح كلمه اقدم، انا بقدم طلب سؤال. الاصل ان انا بقدم طلب وده كان موجود قبل كده، قبل 24 ساعه. لا وده كان موجود قبل كده، وده كان موجود قبل كده وما كناش بنشوفه على فكره، وما كناش بنشوفه، ما كناش بنشوف الالتزام بيه، عشان كده احنا حطينا الضوابط دي. ويمكن كان لينا في المساله دي كلام ان لابد ان توضع ضوابط ولا تترك للسلطه التقديريه لرئيس الجلسه. طبعا زي ما انا قدمت في البدايه الكلام مش على المجلس ده بس، يعني انا مش في ذهني ان الدكتور علي عبد العال وانا بحط مفهوم القاعده دي ان كان هو هيبقى في توزيع الكلمه المساله هتبقى فيها عداله ولا لا. لا انا بحطها للجميع، يعني للمستقبل كمان، سواء الدكتور علي عبد العال او غيره من رؤساء المجالس في المستقبل يلتزموا بمعيار العداله في توزيع الكلمه، بمعيار الترتيب، ترتيب تقديم الطلبات الكلمة، وبمعيار التنوع. يعني ما ينفعش ندي لكل الموافقين من ناحية واحدة، أو محافظات أو محافظات, أو محافظات معينة أو أحزاب معينة. لا يراعى التنوع عشان نسري النقاش، ويراعى الترتيب والعدالة في توزيع الكلمة. ده أمر مهم جدا وكان لابد أنه يتعالج، وخاصة أن التجربة العملية الأولى لبرلمان حر ديمقراطي، الناس جاية بإرادة شعبية، ما فيش سلطان عليهم من حد، ما فيش أحزاب كبيرة واخدة كتل كبيرة في بداية البرلمان في دور الانعقاد الحالي. المسائل دي أظهرت مشكلة في إعطاء الكلمة وفي الظهور بشكل لائق أمام الشعب المصري وأمام العالم كله داخل تحت قبة البرلمان. وعشان كده كان في اهتمام بالمسألة دي، وقد ننتهي فيها في المشروع النهائي لأمر جيد إن شاء الله بخصوص إعطاء الكلمة تحديدا. يعني النقاط العالقة إيه لحد دلوقتي؟
النقاط أبرزها يعني لحد دلوقتي هو في محكمة القيم لجنة القيم الموضوع بتاع إعطاء الكلمة ده برضو لأن المفروض إعطاء الكلمة زي ما احنا قلنا كده وأحمد بيقال على أساس إن يبقى في تصنيف أو تنويع لطالب الكلمة بالإضافة إلى العدالة في توزيعها بحيث الترتيب ده يعني كان المقترح إن هو الضوابط اللي احنا بنقولها دي المقترح ان يحصل تصنيف لطالبي الكلمه قدام رئيس الجلسه تمام سواء كان رئيس المجلس او او غيره يعني طبعا الائتلافات طبعا ده موضوع عالق لسه ما تمش الاستقرار على عدد الائتلاف يكون ايه والتنوع يبقى ازاي طيب الدكتور طارق خضر الفقيه الدستوري يعني هو طلب المداخله الحقيقه برحب بحضرتك يا دكتور وتعليقك على موضوع الحوار مواد اللائحه الجديده اهلا وسهلا استاذ شريف وتحياتي لسيادتك وللساده الضيوف تحياتنا يا فندم بالنسبه للائحه الجديده يعني انا الحقيقه انا مش يعني ما سمعتش البرنامج يمكن من دقيقه بس فلقيتكم بتتكلموا عن اللائحه اللائحه انا شايف ان في اقاويل ومن الناحيه الدستوريه البعض قال هل يتم عرض مشروع القانون بشان اللائحه على مجلس الدوله ام لا تمام الحته الهامه يا استاذ شريف ان الدستور 2014 وده شيء يحسب للدستور اول مره ينص على ان لائحه مجلس النواب يقوم مجلس النواب باعدادها ويتم صدورها بقانون يعني ايه يعني مش مجلس النواب هيقوم بعمل اللائحه واقرارها وينتهي الامر عند هذا الحد لا بعد ما يتم المناقشه وانا شايف ان مواد يعني فيها جهد طيب جدا جدا يتم ارسالها بعد المناقشه الى قسم التشريع بمجلس الدوله قسم التشريع بمجلس الدوله يتم ارسالها باعتبارها مشروع قانون طبقا للماده 190 من الدستور لازم مجلس الدوله ينظر في مراجعه كل مشروعات القوانين من ناحيه الصياغه وما الى ذلك يشوف هل في نص في شبهه عدم دستوريه هل الصياغه منضبطه هل الصياغة تحتاج إلى تعديل معين؟ هل هذه الكلمة أو ذلك اللفظ يحتمل أكثر من تفسير أو تأويل؟ ده شغل قسم التشريع في مجلس الدولة في مراجعة طيب خلينا طيب دكتور برضو علشان يبقى فيه يعني إيه نوع من أنواع إثراء الرأي والنقاش النائب أحمد الشرقاوي يعني أنا شايفه عنده تعليق كده يا بالتحيات يا دكتور لحضرتك واحترامي لوجهة نظر حضرتك طبعا هي المادة 190 لما تكلمت عن عرض مشروعات القوانين والصياغة على مجلس على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بصراحة الفقهاء يعني فيها رأيين ويمكن مجلس النواب يميل إلى أحد الآراء فيهم الرأي الأول بيقول إن عدم وجوب عرض القوانين بشكل عام ومن بينها طبعا هتبقى اللائحة واللائحة ليها نص خاص هتكلم فيه تاني لكن عدم وجوب عرض جميع القوانين أو مشروع الاقتراحات بقوانين تحديدا اللي مقدمة من النواب على مجلس الدولة الرأي التاني بيقول وجوب عرض جميع المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين على مجلس الدولة في قسم الفتوى والتشريع واحنا تمام. انا اميل لانه لعدم وجوب العرض لان ده بينتقص من خلينا سريعا نسمع وسط الصوره خلينا نسمع سريعا رايك يا دكتور لان انا معايا 30 ثانيه بالظبط على الحلقه المبررة. اتفضل رايك سريعا ايوه يا استاذ شريف سامعني تعليقك تعليقك يا فندم سريعا سريعا اولا يا سياده النائب احمد في فرق بين الاقتراح بقوانين ومشروعات القوانين ما حدش قال أن الاقتراح بقانون يعرض على مجلس الدولة المشكلة اللي مطروحة دلوقتي أن الناس بتجمل المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين إلى مشروع قانون دمج الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين هي دي اللي عليها مشروعات القوانين هي اللي عليها الخلاف على سبيل المثال اللائحة هي نتاج عمل مجلس النواب وليست مقدمة من الحكومة إذا هي مشروع بقانون أو اقتراح بقانون من النواب ولا تعد تدخلا في السلطة التشريعية بالمرة وصلتني أنا وصلتني الحالة الجدلية القانونية ديت لكن إلى أي مدى في النهاية هي بتؤثر إيجابا أو سلبا على الأداء
تحت قبة البرلمان تأثير كبير جدا، تؤثر تأثيرا طبعا لأنها تبقى سابقة خطيرة جدا، وهتبقى ممكن تعد سقطة تاريخية لمجلس النواب الحالي إذا وافق على عرض جميع الاقتراحات بقوانين والمشروعات بقوانين. وصلتني على كلها تحال طبعا. وصلتني الصورة ووقتي انتهى. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا دكتور محمد أبو زيد عضو مجلس النواب وعضو لجنة تعديل اللائحة، شكرا على وجود حضرتك معنا شرفتنا. شكرا كمان النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب شرفتنا سيادة النائب، شكرا على وجودكم معنا. الله يخليك، شكرا جزيلا. وشكرا برضو للمداخلة القيمة من الدكتور طارق خضر الفقيه الدستوري، شكرا جزيلا كمان ليكم مشاهدين على المتابعة. تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.